انتخابات رئاسية مبكرة، لم يحدد الزمن ومتى وكيف، ولكن دعا إليها. ما رأيك؟ والله هذه الأمور ليست جديدة لنا، 3 سنوات والرئيس يوم يدعو لمبادرة، واليوم الآخر للانتخابات، واليوم الثالث يصف أحزاب اللقاء المشترك بالقطاع الطرق وغيرها. هذا الرجل لا يفهم الذي يقوله، وهذه الانتخابات ستتم ولكن في غيابه. أما بالنسبة له فلم تعد لديه شرعية أن يدعو لانتخابات أو غيره، لم يعد أمامه إلا الرحيل، وقد كانت المبادرة الخليجية فرصة نادرة بالنسبة له للرحيل الآمن، ولكن الشعب اليمني بإذن الله قادر على أن يخرجه بالطريقة التي يراها الشعب طالما وقد رفض التوقيع على المبادرة الخليجية. ولكن يعني أنت أمين عام لجنة تحضيرية للحوار، يعني الحوار يفرض عليكم بأن تأخذوا بعين الاعتبار هذه الدعوة من قبله، لما لا؟ لنا عامين ونحن نحاول أن نحاور. هو الذي انقلب على مبادئ الثورة والوحدة، هو الذي خان العهد الذي تعهد به أمام اليمنيين عندما تولى قيادة الدولة، يتحدث عن هدم الدماء. ومن الذي سفك دماء اليمنيين بكل الساحات؟ ومن الذي أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من اليمنيين في صعدة وآلاف من اليمنيين في الجنوب؟ يتحدث عن الديمقراطية وهو الذي ساطرها، وبالتالي يتحدث عن الحوار وهي القيمة التي يهينها يوميا، ويتحدث عن المبادرات وآخرها المبادرة الخليجية التي عرضت عليه كما فهمنا من السفير الأمريكي قبل أن تصل إلينا كمعارضة يوم 21 ووافق عليها، ولنا شهر ونحن ننتظر توقيعه، وكل يوم يأتينا موفد من إخواننا الخليجيين مشكورين ويعود خائبا، وبالتالي فقد سقطت. الحوار يكون له قيمة عندما يكون هناك أمل أن يفضي إلى نتائج. أما هذا الرجل فهو الحقيقة جربناه وقمنا معه بكل شيء ولم ننل منه إلا سفك دماء اليمنيين في الساحات وسفك دماءهم بلا رحمة. طيب الحزب الحاكم قال بأنه سيكون هناك توقيع على المبادرة الأحد. هذا أمر سمعتوه منه وسمعناه منه أكثر من 20 مرة، وكلما يأتي وقت التوقيع ويأتي الزيان إلى صنعاء يكذب، وهو ليس إلا نوع من شراء الوقت وتمييع القضية والمراهنة على أن الثوار سيصيبهم الملل. ولكن كيف يملوا وقد سقطت دماءهم وهناك شهداء قدموا أرواحهم رخيصة من أجل رفعة اليمن وعزتها؟ لا يمكن ابدا ان يملوا، والوقت هذا لم يعد لدينا وقت للمراوغه ولا لاعطاء لهذا الشخص. اذا كان الاخوه في الخليج يروا ان المبادره لا زالت قائمه فوالله نحن نخجل نيابه عنهم من ان هذا الرجل يظل يرفض موكليهم ويتعامل معهم بهذا الشكل. يجب عليهم ان يحددوا موقف ويقولوا للناس الحقيقه من الذي عطل هذه المبادره، وعليهم ان يساندوا الشعب اليمني لأن الشعب اليمني هو جارهم. أما هذا الشخص لا يستطيع أن تتسع له إحدى مدنهم ليكون لاجئا لديهم ملاحظا من الشعب اليمني. سيد الأحمر، لكن في حال التوقيع ألا قد يشير ذلك إلى أنكم الطرف الآخر، أنتم طرفكم هو من قصر ومن لم يوقع واختار أن تبقى الأمور متأزمة على هذا الشكل؟ لا تستبق الأمور، لم يوقع. لماذا لم يوقع بالأمس؟ لماذا لم يوقع الزياني هنا؟ لماذا لم يوقع الأسبوع الماضي؟ وكل هذه المحطات محطات لتوقيع على مبادرة اطلع عليها مسبقا ووافق عليها كما أشرت لك، وهذا ما أخبرنا به السفير الأمريكي في أحد اللقاءات، ما سبب عدم توقيعه. أما بالنسبة للمعارضة فقد أعدت نفسها للتوقيع أكثر من مرة، حبيب الاجتماع كما قال، وخدمة للثورة من وجهة نظرها تجي في سيادي. ونحن لا نقول عندما وقعنا أن هذا يصادر حقوق الناس، لأننا كنا واضحين أن التوقيع لا يعني المساس بأي حد من حقوق المعتصمين، وحقوقهم في التظاهر وفي الاعتصام وفي التعبير عن الرأي وحقهم في رفض المبادرة. شكرا جزيلا لك. كجهد سياسي ملتزمين به. شكرا جزيلا لك حميد الأحمر، أمين عام اللجنة التحضيرية للحوار الوطني.